التعاون. طيب انا فاكر يعني اذكر من ايات ربنا عز وجل ان السب يا اخواننا يا مسلمين حرام عليكم، اعرفوا دينكم كويس. طيب القران نفسه شتمهم، شتم امثال سافر يوسف، شتم هؤلاء واللي بعدهم واللي قبلهم واللي فوقه واللي تحته. طب اسمعوا انا بس ايات كتبتها في القران كده عشان ما انساهاش. فمثليه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. دي سب ولا مش سب؟ ده ربك اللي بيسب، ربك اللي بيشتم. طيب كمثل الحمار يحمل اسفارا، عنده علم، دكتور طبيب ناجح، لكن الطب اللي شايله على كتفه ده ينفعه؟ لا، كالحمار يحمل اسفارا. خد التانية، انهم كالانعام او بل هم اضل. ربك اللي بيشتم ده، الشتيمة دي من عند الله عز وجل، السب ده من عند الله عز وجل. خد مني مثل الذي ينعق بما لا يسمع. ان العنف الفكري فرخ العنف المسلح. حضرتك الاخ الكريم الذي جاء في لقطه بيقول يعني ان في ضرب بمثلا الحمار، هو يقرأ الايه صح، هي في سوره الجمعه. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا تشبيه فقط في إيه؟ مش بيشبه اليهودي في ذات الحمار، لا، التشبيه هنا في علم البيان لحاجة اسمها وجه الشبه. يعني أنا نشبه عدم عمل اليهود بأحكام القرآن الكريم بمثلا دابة من الدواب تحمل على ظهرها كتبا نافعة ولا تنتفع بها. فليس المقصود أن القرآن الكريم بعفته وبأخلاقياته هيشبه آدمي بأنه حمار، لا، ده في عدم الانتفاع. يعني كأن اليهودي الذي لا يعمل بالأحكام التوراة المنزلة فيها كالحمار الذي يحمل صندوقا من الكتب ولا يدري محتواها. ممكن أسأل حضرتك سؤال آخر؟ نعم. يعني يبدو أنه في تيار